الدورة 53 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية والتي ستقام ما بين 4 و8 من يوليوز بمراكش ستشهد مشاركة 700 فنان يمثلون الفرق الفولكلورية المغربية الأصيلة إلى جانب 100 من دول أجنبية وأفريقية في فعاليات هذه التظاهرة التي ستعرف مشاركة الصين كضيفة شرف لهذه السنة. واجد بالنسبة لهذه السنة هذه هو خلقنا في الباهية قصر الباهية ما يسمى بالسهرات أو الليالي الموضوعاتية، بحيث كل ليلة كيكون شي موضوع اللي هو خاص بنحتفلوا أولا بعض المواضيع الأنواع ديال الفنون الشعبية، وكذلك باش نبينوا بعض الأمورات الدولية، ليلة دولية ما بين الصين والمغرب. ويشكل هذا المهرجان فرصة لالتئام عدد من الفنانين المغاربة والأجانب لتقديم لوحات من التراث الفني الثقافي الذي يميز المغرب. كل ليلة وكنحاولوا كنخصوا فيها واحد الأمسية خاصة بواحد التراث، يعني بالنسبة لليوم الأول كيكون يعني خدرناها خاصة بالمجموعة الصينية اللي هي ضيف شرف لهذه السنة هذه، وبالنسبة لليوم الثاني درنا فيه يعني الأمسية دولية فيها المجموعة الصينية ومجموعة الأندونيسية وكذلك الإفريقية والمجموعة المغربية. وسيشهد المهرجان وضع منصتين بكل من ساحة جمال فنا وساحة الحرشي لتقريب العروض من أكبر عدد من الساكنة وزوار المدينة الحمراء.